الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واغفر اللهم لنا أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي من شرح رسالة الإمام الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، عند باب صلاة العيدين، حيث قال: باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى. فقال الشيخ: وصلاة العيدين سنة واجبة يخرج لها الإمام والناس ضحوة بقدر ما إذا وصل حانت الصلاة وليس فيها أذان ولا إقامة. وقفنا عند هذا التنبيهات التي ذكرها الشارح الفقيه النفراوي رحمه الله، حيث قال: تنبيهان. الأول: علم من كلام المصنف أول وقت صلاتها أي العيد، وهو حل النافلة، ولم يعلم منه آخره، آخر الوقت، لم يذكر الإمام ابن أبي زيد آخر الوقت، قال: وهو الزوال. قال خليل: سن لعيد ركعتان لمأمور الجمعة من حل النافلة للزوال. يبقى خلاص مبدأه، مبدأ صلاة العيد هو إيه؟ حل النافلة، يعني ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح، وتنتهي الصلاة بإيه؟ بزوال الشمس. قال: وهذا مذهب، انتهى كلام الإمام خليل، قال: وهذا مذهب مالك وأحمد والجمهور. وقال الشافعي: وقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها، ولكن يسن عنده، أي الشافعي، تأخيرها لحل النافلة. فالمالكي المصلي خلفه بعد الطلوع وقبل ارتفاعها قيد رمح مصل في وقت الكراهة، ينبغي له التقليد حتى يخرج من الكراهة، أو هذه الفقهة، حتى تخرج من الكراهة إذا كنت تصلي خلف الشافعي في وقت قبل إيه؟ قبل ارتفاع الشمس قيد رمح. عند الشافعية لا كراهة، لكن نحن المالكية عندنا يكره الصلاة بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاعها قيد رمح، يعني قلنا دائما بقدر احنا بثلث ساعة تقريبا في العادة هكذا. ففي هذا الوقت إذا صلى الشافعي بالمالكي في هذا الوقت ينبغي على المالكي أن يقلد مذهب الشافعي هنا حتى لا يقع في الكراهة. واضح الكلام؟ التنبيه الثاني: علم من كلام المصنف عدم صلاتها في بيته، ولا يلزم من ذلك بيان محلها. طيب، ما معنى، ما المقصود بقوله عدم صلاتها في بيته؟ سنة جماعة، هذا هو الأصل فيها، أن تصلي جماعة في المصلى. قال الشيخ: والمندوب منه المصلى. قال خليل: وإيقاعها به إلا بمكة. إذن إيقاعها به المراد به ماذا؟ قال الشيخ: أي بالمصلى، إلا بمكة فالمستحب إيقاعها في الصحراء، يعني عموما المستحب في صلاة العيد أن تصلى في الصحراء في الفضاء.
ولو في المدينة المنورة، ولو كنت إيه في المدينة المنورة فالأفضل أن تصليها أين؟ في الصحراء، لا في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لإظهار شعيرة الإسلام وزينته وإرهاب العدو بالكثرة. ها؟ نعم. وأما في مكة فأفضل فعلها في المسجد الحرام. يبقى المستثنى هو ماذا؟ هو مكة فقط في المسجد الحرام لمعاينة الكعبة، لمشاهدتها أنه يراها رأي العين، وهي عبادة مفقودة في غيرها. اللي هي إيه العبادة؟ المعاينة، الضمير راجع إلى المعاينة المؤنث هذا، وهي أي المعاينة عبادة مفقودة في غيرها. فلا عبادة هناك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، معاينة المسجد ليست عبادة بخلاف معاينة الكعبة. ولخبر ينزل على هذا البيت في كل يوم 120 رحمة، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين إليه. الموضع الشاهد منه 20 إيه؟ للناظرين إليه. المهم في ثواب ولو كان قليلا، في ثواب في مشاهدة الكعبة ورؤيتها إيه؟ فلذلك كيف شيخ؟ إيه، لكن بعموم التشريع وبعموم الأدلة أن النظر إلى الكعبة إيه نعم، لا مش دليل خاص، مجموع عدة طرق يعني الحديث هذا ولغير، ولأن يعني حتى يعني من كان في مكة وجب عليه أن يعاين الكعبة عند الصلاة. كون النظر إليها عبادة، قايد النظر إلى الكعبة عبادة، إيه تزيد في إيمان الإنسان وتجعله يعني بصفة عامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إن حرمتك لعظيمة وإن دم المؤمن أعظم منك. يعني أدلة، عموم أدلة، الأدلة الواردة في فضل الكعبة وفي فضل النظر إليها حتى وإن كانت ضعيفة، إيه نعم يعني مجموعها يدل على يعني أن نوع عبادة فيها، يعني كونها فضيلة، كونها كذا. طيب، ثم قال الشيخ: وليس فيها أذان ولا إقامة لاختصاصهما بالفرائض. اختصاصهما اللي هما إيه؟ الأذان والإقامة، يعني شيئان خاصان بصلاة الفريضة. أما صلاة العيدين حكمها ماذا؟ سنة مؤكدة قلنا فقط. ويكرهان في غيرها كما تكره الصلاة جامعة، يعني يريد أن يرشدهم إلى الصلاة أو ينبههم على أن الصلاة قد حان وقتها. فاعتاد الناس في الأمصار كثيرا أن يقولوا هذه في المساجد، أن يقولوا الصلاة جامعة حتى يجتمع الناس للصلاة لعدم ورود شيء من ذلك فيها. طبعا المقصود أن تكره إذا كان هذا قيل على أنه من السنة، لا إذا كان على أنه من السنة فهذا لا يكره، وهذا هذه بدعة. لكن إذا كان المقصود منه مجرد نداء الناس ويعني تنبيههم إلى أن صلاة العيد قد حان وقتها ولا يعلم الناس بدخول أو بالصلاة إلا بمثل ذلك، خلاص نعم يندب أن يقول لهم ذلك، لكن لا على أنه من السنة والتشريع، وإنما على أي تنبيه بأي شيء يقع. فلو وقع بقوله الصلاة جامعة خلاص أجزأ. طيب، قال: لعدم ورود شيء من ذلك فيها، أي في صلاة العيد. فقد قال جابر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد بلا أذان ولا إقامة. قال ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي: وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين. يبقى هذا إيه؟ يعني طيب، يعني الإمام عبد البر تحرز عن قول أن يقول الإجماع، فقال لا خلاف فيه بين الإيه المسلمين. والإمام ابن عبد البر معروف، اشتهر بمعرفة الخلاف بين الأئمة في مسائل الفقهية، الإجماعات وغيرها. لا، هو لماذا عرف بالإجماعات؟ لأنه يعتني بالخلاف الفقهي، هل في هذه المسألة خلاف أو لا خلاف. لكن إجماعاته أحيانا التي يذكرها فيها نظر، ليس كلها مسلمة. وإذاك العلماء ينبهون، يقول لك احذر إجماعات ابن عبد البر ورخص ابن عباس أو من الصحابة، والتشديد ابن عمر، ها، واحتمالات الباجي،
الباجي كل احتمال يعني يجعله أقوال الإمام مالك، وفي ذلك احتمال يجعله إيه قولين، يقول الإمام مالك فيه قولا، لا هذه احتمالات لا ترتقي أن تكون إيه قولين للإمام مالك وغير ذلك. يعني بعض العلماء اشتهروا بأشياء، لكن في العموم يقبل قولهم إلا في مسائل قليلة حذروا العلماء منها. طبعا الإجماع هذا كتب فيه كثير من الأئمة، ابن حزم وابن المنذر وغيرهم، أدقهم ابن حزم على الإطلاق، بعده يأتي ابن المنذر وغيره. طيب ثم قال الشيخ: فإن قيل إذا كان إجماع المسلمين على أنه صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لها، يعني أي لم يأمر بالأذان لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن العادة أنه يؤذن هو بنفسه، إنما كان يؤذن له شخص، ذلك الاشتهر من المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ خمسة من اشتهروا من المؤذنين. من هم يا شيخ؟ تذكرهم؟ أربعة. تذكر أربعة وإحنا كم الخامس؟ إذا تذكرنا. سيدنا بلال، أبو محذورة، نعم، عبد الله بن أم مكتوم، وسعد سعد القرظ، إيه في بيت، نعم، لكن لا أذكره أنا الآن. يعني هؤلاء هم المؤذنون، وتقدم الكلام على أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أو لم يؤذن، وذكرنا عن ابن حجر الشافعي أنه نعم أذن وقال مرة أشهد أني رسول الله على ما نقل ابن حجر، ومرة قال لا أشهد أن محمد رسول الله، فذكر اسمه هكذا. طيب قال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان إجماع المسلمين على أنه صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لها ولم يقم، فما المحوج إلى النص من المصنف على ذلك؟ لماذا نص المصنف على ذلك إذا كان هناك إجماع؟ شايف. أيوة. طيب قال: فالجواب أن القصد من ذكرهما الرد على من أحدثهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو أمية، والمحدث لهما أولا منهم يعني من بني أمية معاوية على الصحيح، يعني كأنه هناك في خلاف، لكن الصحيح أن الذي أحدث ذلك من؟ معاوية. أحدث ماذا؟ الأذان والإقامة في العيد. إيه لكن هو يريد أن يقول الصحيح ذلك. كيف؟ لا يعني الآن نتكلم عن الإذان والإقامة يا سيدنا الشيخ. فيقول الشيخ هنا: المحدث لهما أولا منهم من بني أمية معاوية على الصحيح، والتنبيه على عدم العمل بذلك، يعني هذه الفائدة الثانية في ذكر الإمام ابن أبي زيد قوله: ولا أذان ولا إيه وليس فيها أذان ولا إقامة. يعني هو السؤال مش واضح، لماذا نص الإمام؟ يعني هل كل ما ورد فيه الإجماع الإمام لا يذكره هنا؟ إذا ورد النص ليش الإجماع في خلاف المسلمين؟ لا يعني السؤال يقول: إذا كان إجماع المسلمين على أنه صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لها ولم يقم، فما المحوج إلى نص المصنف؟ مش نص إيه فما لماذا يقول المصنف ذلك؟ وهل لا يؤذنون في زمانهم يقيمون؟ لا لا ما أقوى من النص، يعني وفي مقارنة يؤذنون حسب ما يقول هو، كأنه مشى العمل عليه في زمنه فهو نبه على ذلك. لا لو كان يعني إجماع أقوى ليش كان في إجماع، يعني لا يمنعني من ذكرها في الكتاب، لا يمنع. نعم فهو هذا وجه السؤال، يعني هل ذكرها ذكر حتى وإن كان هناك إجماع ذكرها، لأن هذا هو السنة ولأن هذا هو الصحيح. طيب وأقول الإمام النفراوي يقول إيه: وأقول ينبغي أن محل كراهة النداء بالصلاة جامعة ما لم يتوقف الإعلام بالدخول من الإمام في الصلاة على ذلك، كما في الأمصار يعني البلدان
الكبيرة هذه في هذا الزمان، وإلا بأن كان الإعلام بالدخول والصلاة بالدخول على صلاة العيد لا يكون إلا بذلك. ما الحكم؟ قال وإلا كان من البدع الحسنة، لأن محل الكراهة إذا فعل على وجه أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه الحالة إذا فعل على وجه أنه سنة فهنا هذه هي البدعة المذمومة كراهة أو تحريما. أما إذا كان المقصود به لا على أنه سنة ولا يقع الإعلام إلا به جاز ذلك. واضح؟ وهذا هو الأصل عندنا دائما، احنا بنقوله في البدعة يعني متى تكون مذمومة، متى يكون أمر جائز، إذا لم يكن مقصودا به التشريع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من أحدث في أمرنا هذا، أي أراد إدخاله في الدين أن يجعله جزءا من الدين فهو رد. طيب مفهوم المخالفة منه من لم يفعل ذلك لا يرد عليه، يعني إذا لم يكن وجه العبادة لماذا يرد؟ إنسان فعل شيئا على غير وجه العبادة فلا يقال فيه إنه لا بدعة ولا أي شيء، أمر أعلم الناس، مثل أن أنادي شخص تعال يا شيخ يعني سنصلي، هل هذا فيه بدعة؟ لا، ما فيه بدعة، كالنداء بأي شيء. طيب ثم قال الشيخ الإمام ابن أبي زيد في المتن فيصلي بهم ركعتين يقرأ فيهما جهرا بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما، ويكبر في الأولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام، يبقى سبع تكبيرات في الركعة الأولى، وفي الثانية خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام، وفي كل ركعة سجدتان، ثم يتشهد ويسلم، ثم يرقى المنبر ويخطب ويجلس في أول خطبته ووسطها ثم ينصرف. طيب قال الإمام النفراوي في شرح ذلك ثم عطف على قوله يخرج لها الإمام إلى آخره قوله، فيصلي أي الإمام بالناس بمجرد وصوله المصلى أو المسجد بعد حل النافلة وإجماع واجتماع الناس أو جمع الناس ركعتين، إذن يصلي بهم ركعتين يقرأ فيهما جهرا لأنها صلاة ذات خطبة للوعظ، يعني هذا التعليل لقوله جهرا، تمام، تعليل لقوله جهرا، لماذا كانت جهرا؟ لأنها صلاة ذات خطبة للوعظ، كإيه؟ كصلاة كخطبة الجمعة، تمام، لا للتعليم كخطبة عرفة، خطبة عرفة لتعليم شعائر أو لتعليم يعني الأفعال الحج، فالصلاة فيها سرية لأنها ليست للوعظ، وإذن العلة مركبة هنا لكونها صلاة ذات خطبة وإيه للوعظ، تعليل مركب من شيئين. فقال الشيخ بسبح اسم ربك الأعلى في الأولى في الركعة الأولى، ويقرأ في الثانية سورة الشمس وضحاها ونحوها، هي والشمس وضحاها، إيه يعني هل المفروض تذكر والشمس لأن هنا إيه قسم، والقسم مع المقسم به ما لا ينفصلان، فطريقة الشرح الشيخ ارتكبها خلاف الأولى، هذه بننبه عليها دائما، طريقة المزج يعني لها قواعد ولها ضوابط، الشيخ النفراوي لا يتقيد بهذه الضوابط والقيود في شرح الطريقة المزجية، يتقيد بها الشيخ الدردير يعني بحذافيرها، الشيخ الدردير لا يخالف، فأحيانا يكون الكلمة في المتن مرفوعة فيأتي عند الشرح تأتي مجرورة منصوبة، لا هذا خلاف، ينبغي أن تشرح وتبقى كما هي في المتن وفي الشرح، واضح الكلام؟ هذه الطريقة المزجية تكلموا عليها أرباب الحواشي وشروطها وضوابطها. طيب ثم قال الشيخ إذن يقرأ في الركعة الثانية بسورة والشمس وضحاها ونحوها مع أم القرآن. قال خليل عاطفا على المندوب أو المندوبات وقراءتها بك سبح والشمس، بك سبح اللي هي إيه الأعلى، والشمس اللي هي والشمس وضحاها، وضحاها يعني الشيخ بيشرحها يعني خارج المتن خليل، هذه أظنها والله من الشرح، ما أظن الشيخ خليل هيذكرها، هيبقى تطويل هذا،
طيب وقراءتها بكسبح والشمس هكذا خليل يقول. وضحاها وصفة افتتاحها أن يكبر في الأولى سبعا، ويسن أن يكون قبل القراءة، يعني التكبير يكون قبل قراءة الفاتحة، يعد فيها أي في هذه السبع التكبيرات تكبيرة الإحرام. وإذا شرع في قيام الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام. إذن مع تكبيرة القيام كم تكون تكبيرات؟ ستة. واضح الكلام؟ طيب لكن تكبيرة القيام هذه من إيه؟ من الصلاة، من أي مطلق أي صلاة، فعندما تقوم للركعة الثانية في كل صلاة تكبر، لكن التكبيرات الخاصة بتكبير العيد هي خمسة في الركعة الثانية وستة من غير تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى. واضح الكلام؟ قال الشيخ قال خليل وافتتح بسبع تكبيرات بالإحرام أي مع الإحرام ثم بخمس غير القيام موالا إلا بقدر تكبير المؤتم، إلا بتكبير، والشيخ خليل بيقول إلا بتكبير المؤتم بلا قول وتحراه مؤتم لم يستمع. إيش؟ لم يسمع. طيب وتحراه مؤتم لم يسمع. إذن موالا مقصود بقول الشيخ، وطبعا عرفنا احنا سبع وخمسة، واضح الكلام. موالا أي يعني التكبير متوالي لا ينقطع، وإنما إيه بمجرد ما يكبر المأموم، بمجرد ما يكبر يعني متوالي يعني متتابع يكبر، فإذا كبر الإمام المأموم يكبر مباشرة. قال إلا بتكبير المؤتم بلا قول، يعني بلا قول ممن؟ تكبير فقط. نعم تكبير ولا يتخلله بشيء. ويقول الله أكبر، الله. نعم بلا قول يبقى ساكتا. وتحراه مؤتم لم يستمع، يبقى المؤتم إذا لم يستمع للتكبير الإمام يتحرى. نعم. فالتكبير انتهى كلام الشيخ خليل، فالتكبير الزائد على تكبير الركعتين في غير العيد 11 تكبيرة. يبقى التكبيرات الخاصة ايه في غير العيد، التكبير الزائد على تكبير الركعتين، أي ستة في الأولى وخمسة في الثانية، يبقى 11 تكبيرة، فتصير الجملة 22 تكبيرة. من أين أتت 22؟ تكبيرة في الصلوات كلها، أي مطلق الصلوات الصلاة كلها. لا اي نعم 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 هو هذا، هو هذا مع الصلاة الأصلية والتكبيرات العيدين. يبقى كم تكبيرة في صلاة العيد كلها؟ يعني 22 تكبيرة. قال على قول مالك والأصحاب، يعني أصحاب مالك، قال ابن عبد البر روي عنه صلى الله عليه وسلم من طرق حسان كثيرة، يعني طرق حسان يعني درجة السند فيها حسنة حسنة، وإحنا قلنا الحسن والصحيح سواء في العمل به عند الفقهاء، أنه كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. نبقى هذا دليل لما ذهب إليه من مالك. وفي الموطأ عن نافع شهدت الأضحى والفطرة فكبر في الأولى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، سبع تكبيرات وفي الأخيرة خمس تكبيرات قبل القراءة. نعم. فالزيادة على السبع والنقص عنها وتأخيرها عن القراءة من الخطأ، يعني أن تبدأ بالقراءة ثم تكبر بعد القراءة هذا خطأ الشيخ يقول.
الذي لا يتبع فيه المخالف، يعني لو كان هناك من يرى ذلك لا تتبعه في ذلك. لماذا؟ لأن احنا عندنا في مذهب مالك مراعاة الخلاف إنما تكون فيما قوي الخلاف فيه لا فيما ضعف، وهذا هو المعتمد عندنا في المذهب. ليس كل خلاف يعني يعتبر ويراعى في المذهب عندنا، مراعاة الخلاف من أصول مذهب مالك، لكن الذي يراعى منه كما نص عليه المازري وغيره في خاصة في الشروط المختلف فيها، قال إنما يراعى من الشروط المختلف فيها ما قوي دليله. لا، هذا خلاف آخر زيادة على ذلك، هل المراعى ما قوي دليله أو ما قوي قائله؟ المراعى هو القائل أو المراعى هو الدليل؟ هذا أيضا خلاف بينهم. نعم، لكن كثير من المذهب لا، ليس الدليل مجرد ما ذهب، بعضهم قال هذا وبعضهم قال هذا. المنشاريس وغيره عندهم كلام في هذا ومراعاة الخلاف، تكلموا فيها المالكية وقلنا هي أصل يعمل به مالك أحيانا ويتركه أحيانا. طيب، ثم قال ولا يرفع يديه عند شيء من التكبير سوى الإحرام كغيرها، يعني أنه يرفع عند الإحرام كغيرها، يرفع من الصلوات على المشهور. وعن مالك استحبابه مع كل تكبيرة، لكن هذا خلاف إيه؟ المشهور وخلاف المعتمد في المذهب عندنا، أنه إذن لا يكبر إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، عند تكبيرة الإحرام يعني لا يرفع، يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام. أما التكبيرات للعيد هذه الخاصة لا يرفع يديه ولا في غيرها. طيب، قال الشيخ تنبيهات: الأول، لم يبين حكم التكبير، حكم هذا التكبير، حكم تكبير العيد، وبينه شراح خليل بأن كل تكبيرة سنة مؤكدة وحدها، كل تكبيرة وحدها سنة مؤكدة، يعني فصلاة العيدين لها فضل عظيم لأجل هذا. يسجد الإمام والمنفرد للواحدة منها، احنا قلنا احنا إما سنة مؤكدة وسنتين خفيفتين يسجد لهما للسهو من تركهما، لأن المأموم لا شيء عليه في ترك السنن ولو عمدا حيث أتى بها الإمام لأنه يحملها عنه، أو سجد لتركها سهوا وتبعه المأموم سجد معه. نعم، وكذا لو ترك الإمام السجود لكون مذهبه لا يرى السجود لتركها كالشافعي، الشافعي لا يرى أنه يعني إذا ترك الشافعي تكبيرة من التكبيرات لا يسجد لها عند الشافعية، لكن عندنا المالكية نسجد لها لأن التكبيرة وحدها إيه؟ سنة مؤكدة. قال: وتكون هذه مستثناة، يعني عندنا نحن المالكية، وتكون هذه مستثناة من قولهم إن القبلية يسجده المأموم ولو تركه الإمام. خلي بالك كلام هذا، إن القبلية يعني إيه القبلية؟ السجود القبلي الذي يسجد قبل السلام، يسجده المأموم ولو تركه الإمام، يعني لو ترك الإمام السجود القبلي يفعله المأموم ويجزئه. طيب، انتهى القول، هذا قولهم إن القبلية يسجد المأموم ولو تركه الإمام، هذا هو القول. قال: كما أفتى بذلك بعض شيوخنا. أفتوا بماذا؟ بأن ذلك مستثنى في حادثة حصلت، وهي حين نسى إمام الأزهر، إمام الجامع الأزهر هنا في الأيام يعني أيام شيوخ الشيخ النفراوي، قال: حين نسي إمام الأزهر تكبيرة العيد ولم يسجد له للتكبير، وأعاده عليه على المطلق التكبير لكونه شافعيا، وتركه المالكي، والمالكي لم يأتي بسجدة قبل السلام، لأن وكان ينبغي عليه أن يأتي بها، لأن احنا القاعدة عندنا أن القبلي يسجده المأموم ولو لم يسجده الإمام، فهنا الإمام لم يسجد، فعلى الإمام أن يأتي به بهذا السجود القبلي. لكن الشيخ قال: بعض شيوخنا أفتى بماذا هنا؟ قال: وتركه المالكي المصلي خلفه. المالكي لم يصلي، إذن الإمام شافعي ترك السجود القبلي من أجل تركه تكبيرة العيد، فلا يسجد لأنه ليس عنده سجود.
فالمالك الذي خلفه يرى أن عنده سجود. فالشيخ يقول والفتوى ظاهرة لأن طلب المأموم بالسجود فرع طلب الإمام. أيوة، يبقى إذن متى يسجد المأموم السجود القبلي إذا ترك الإمام السجود؟ إذا كان الإمام مطالبا به. طيب هنا الإمام غير مطالب به، هذا إذا علم أنه شافعي، ما هو فيه إشكال أيضا. نعم، هذا يعني إذا علم أنه شافعي من خلال الصلاة ومن خلال الحركات ونحو ذلك. طبعا تحتاج إلى إنسان بصير وفقيه يعرف أن هذا شافعي أو حنفي أو إيه، ففيها نوع من الإشكال هذه طبعا. طيب ثم قال الشيخ ولم يبين أيضا حكم تقديم التكبير على القراءة، وقد قدمنا أنه سنة أن يكبر أولا بعد تكبيرة الإحرام، يكبر التكبيرات الست يعني الأخرى ثم يقرأ، لكن لو عكس قرأ ثم كبر كما استظهره شيخ شيوخنا الأجهوري، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدم التكبير على القراءة، وتقدم عن خليل أنه يكون موالا إلا بقدر تكبير المأموم، إلا بقدر تكبير المأموم، يعني يفصل بين الإمام يفصل بين كل تكبيرتين بقدر تكبير المأموم، فيندب للإمام أن يسكت حتى يكبر المأموم. أن يسكت هذا معنى قول الشيخ خليل بلا قول بلا قول. التنبيه الثاني، لم يذكر حكم من خالف السنة وقدم القراءة على التكبير، والحكم فيه أنه يعيد القراءة بعد التكبير استنانا حيث لم يركع ويسجد قبل السلام لتركه في السهو. لتركه يعني العبارة لتركه في السهو، نعم، لتركه في حال سهوه يعني لا في حال تعمده. طيب، ويأتي الخلاف في ترك السنة عمدا في الإمام والفذ إذا تركه عمدا، اللي هو إيه الخلاف؟ هل تبطل أم لا؟ هذا هو الكلام، تكلمنا احنا فيما سبق، واحنا قلنا من أجل ذلك ينبغي على الإنسان ألا يترك السنة عمدا لأن فيها قول بالبطلان، ولذلك مراعاة الخلاف ينبغي ألا يتركها. طيب ثم قاله خليل إذا تركه عمدا، قال خليل ممكن، وكبر ناسيه إن لم يركع، هذا كلام الشيخ خليل، وكبر ناسيه أي ناسي التكبير إن لم يركع وسجد بعده. طب لما هو سجد بعده؟ احنا قلنا سجد قبله فيما سبق، حتى هناك زاد قراءة، حتى هناك زاد قراءة، لم يتدارك. قال والحكم فيه أنه يعيد القراءة بعد التكبير استنانا حيث لم يركع ويسجد قبل السلام لتركه. طيب ما هو قال يعيد القراءة، هو قال إذا تركه، ما والحكم أنه يعيد القراءة بعد التكبير استنانا حيث نقص التكبير. لا، فين لتركه في السهو، يعني هو ترك التكبير لم يكبر أصلا، هو قرأ لكنه لم يكبر. أيوة. قبل السلام. طيب لكن أتى بالقراءة بعد ذلك. لا لا لا، هو مسألتنا قدم التكبير على القراءة. أيوة، هو هذه مسألة تقديم مش ترك، ولذلك هذا ما أريد أن أنبه عليه أن الكلام في التقديم. أيوة، لكنه بعدين لم يعده، كان قال ترك. نعم نعم، هو ترك. إيه، لكن يعني العبارة فيها إيهام، والحكم فيه أنه يعيد القراءة بعد التكبير. نعم، المفروض يعني هذا ليس معنا يعني. يعيد. طيب. استنانا حيث لم يركع، كلام متصل، يعني عندما ينفصل الكلام قل لي يا شيخ محمود، يعني عندما تنتهي الجملة واستئناف كلام جديد، أهو أنه يعيد القراءة بعد التكبير استنانا حيث لم يركع ويسجد قبل السلام، كأنه كلام استنانا.
هنا ويسجد قبل السلام إذا حملناه على أنه مستأنف حتى يصح العبارة. هذه أهو يعني هذه يرجع إلى قول لم يذكر أول الكلام لم يذكر حكم من خالف السنة وقدم القراءة على التكبير ويسجد قبل السلام لتكبير. أيوة نعم لأنه بعد ذلك التعليل لتركه في السهو لتركه المسألة اللي بعدها. نعم هذا الآن حكم يسقطه على المسألة التي بعدها أنه ترك التكبير يعني قدم القراءة ثم أتى بالتكبير ثم قرأ هنا يسجد بعده. هي هذا الكلام الشيخ خليل. نعم. طيب نعم قال خليل وكبر ناسيه إن لم يركع وسجد بعده وإلا بأن ركع تمادى وسجد غير المؤتم قبله وإلا إيه قلنا وإلا تمادى بأن ركع قلنا يتمادى كما إيه زي ما في التشهد في ما لم يستقل. نعم فإذا استقل خلاص يترك التشهد الأوسط هذه أخذناها فيما سبق غير وسجد غير المؤتم قبله يعني إيه وسجد غير المؤتم قبله إيه هو المسبوق الذي لم يدرك ركعة ممكن. نعم هو هذا. قال فلو رجع إلى إعادة القراءة بعد الانحناء احنا قلنا له لا ترجع ومع ذلك إيه رجع فالظاهر عدم البطلان قياسا على من رجع بعد استقلاله للجلوس رجع الجلوس بعد الاستقلال وكذا لا تبطل على الظاهر بعدم إعادة القراءة بعد التكبير يبقى مسألتين احنا قلنا إذا لم يكبر أو قدم إيه القراءة على التكبير ثم ركع قلنا خلاص إيه يتمادى ويستمر لا شيء عليه صلاته صحيحة على الظاهر بيقول الشيخ. طيب المسألة الثانية أنه إيه لم يعد القراءة يعني تذكر حتى قبل الركوع وإيه لم يعدها ما الحكم؟ أيضا صلاته صحيحة لأن احنا قلنا تقديم التكبير على القراءة سنة. الشيخ مين؟ الشيخ العادل. نعم لأن القياس فيه إشكال يا مولانا هناك لم يبطلوا الخلاف في ركنية الفاتحة ما هذا الركن الركوع ركن باتفاق يعني هناك لم يبطلوا الصلاة إيه طبعا لأن خلاف الفاتحة ركن أم لا تجب في كل ركعة. نعم أما هنا الركوع ركن باتفاق. طيب يعني إذا في المسألتين والله ماذا؟ المسألة الأولى التي رجع من الركوع. قال اللي هي قال فيها الشيخ فالظاهر عدم البطلان لو رجع إلى إعادة القراءة بعد الانحناء يبقى يعني إذا فرد به الشيخ أنه فرغ طيب يبقى يتبع الشيخ الأجوري واضح هو دائما الشيخ النفراوي يتبع لي هذا شيخ شيوخه. طيب إذا نبه على أنه المعتمد أنه إذا رجع بعد الانحناء أن ظهر بطلان الصلاة. طيب احنا نقول يعني المعتمد خلافه أو المعتمد البطلان. طيب كويس إذن التنبيه الثالث لم يذكر حكم من سبقه الإمام وفيه تفصيل محصله يعني الإمام سبق المأموم في التكبير إن وجده في حال القراءة يكبر سبعا إن وجده في الركعة الأولى وخمسا غير الإحرام في الثانية يعني إذا جاء وجده في القراءة يقرأ في السورة أو يقرأ في الفاتحة إذن يكبر المأموم تكبيرة الإحرام ثم إيه يأتي بالتكبيرات الست. نعم يقضيها يعني. طيب وكذلك إذا جاء في الركعة الثانية يأتي بخمس تكبيرات ويقوم بعد سلام الإمام يقضي الأولى بسبع تكبيرات بالقيام مع القيام زي ما احنا اعتبرنا سبع تكبيرات مع ايه تكبيرة الإحرام يبقى هي ستة يعني في الأصل ولا يقال مدرك ركعة يقوم بغير تكبير يعني احنا هذه مسألة ايه خدناها فيما سبق مدرك ركعة أو ثلاث في الرباعية
لا يكبر عند قيامه لأنه كبر عند الجلوس مع الإمام تبع الإمام، فلا يحتاج إلى أن يكبر مرة أخرى، يقوم من غير تكبير. هنا في صلاة العيد الشيخ قال لا، لا يقال مدرك ركعة يقوم بغير تكبير، لأننا نقول خلفت القاعدة هنا لتحصيل عدة تكبير الرباعية في ركعتي العيد، لتحصيل عدة إيه؟ ما المراد بهذا؟ يعني حتى يأتي بالتكبيرات 22. ما أنا مش فاهم الرباعية. أيوة. نعم نعم تمام كذا تمام. يعني الرباعية تكبيرات 22. العيد 22. لكن إذا تركت تكبيرة القيام هتنقص 22 ولا لا تنقص؟ إيه؟ اثنين وعشرين يا شيخ، أحد عشر زائد أحد عشر. لماذا شيخ محمود؟ 22 يبقى هي 22 التكبير. نعم طيب واضح الكلام هنا. قال لتحصيل عدة تكبير رباعية في ركعتي العيد، يعني حتى تجتمع تحصيلها، يعني إيه؟ لجمع تكبيرة التكبير الذي يحصل في الرباعية نجمعه إيه؟ في تكبيرة العيد. تمام الشيخ طارق أحسنت. قال لأن تكبيرة الجلوس للتشهد، لأن تكبيرة الجلوس للتشهد مع الإمام لم يعتد بها في تحصيل هذا العدد، لأن لو اعتددنا بها سيقوم غير تكبير، فلكن نحن لم نعتد بها، فلذلك يطلب منه إيه؟ التكبير عند القيام لمن أدرك ركعة. قال لأن الإتيان بها إنما كان لموافقة الإمام، وإن طيب لموافقة الإمام. يبقى إذن واضح في عندنا استثناء من قاعدة أن المأموم إذا قام للمدرك الركعة لا يكبر. متى هو ممكن يعتبر لغز هذا؟ ما يلغزون به أحيانا، اللي هو في صلاة العيد خاصة. طيب ثم قال وإن وجد المأموم الإمام في القراءة ولم يدري أهي الركعة الأولى أو الثانية، وهذا يحصل كثيرا، يعني أنت جئت وجدت الإمام يقرأ لكن هل هو في الركعة الأولى أو في الثانية لا تدري. قال الحطاب متى أطلق؟ فالمراد به من؟ الوالد. إحنا بنقول هم الحطاب ثلاثة، الحفيد والوالد والجد. تمام هذا صاحب شرح خليل، وهذا هو الذي يذكر عادة. الثاني يذكرون يقول الشيخ يحيى الحطاب، هذا الحفيد، لكن هذا إيه؟ الوالد. قال الحطاب لا نص، يعني في المسألة ما عنديش نص، هل يعني نعتبر أنه في الأولى أو في الثانية؟ قال والظاهر أنه يكبر سبعا، أنه يكبر إيه؟ سبعا، لأن نقص التكبير من حيث هو يقتضي السجود بخلاف زيادته. تمام يعني شفت الفقه؟ شفت الفقه؟ ها؟ يعني الآن إحنا لو جعلناها هي الثانية حيكبر خمس وتطلع الأولى حيبقى في نقص، واضح الكلام؟ لكن لو كبر سبع وزاد وتبين أنها الثانية لكانت زيادة تكبيرة لا بأس بها، أي لا شيء. فالزيادة شيء، لما هو العامة برضو بنقول لهم هذا كلام إحنا. نعم طبعا، ما احيانا لا، ما احنا مش قاعده انه يقرا بالسبح او بالشمس، احيانا يقرا بصور اخرى اصلا. نعم ايوه قرا، ومع ذلك لا تطمئن. نعم تاخذ بالاحوط، وهذا بناء على الاحوط برضو الشيخ يعني. نعم قال وان ادرك الامام في التشهد، يعني صوره ثالثه، احنا في الاول قلنا ادركه في القراءه وعلم انه في اي ركعه، هل الاولى او الثانيه؟ في الثانيه لم يدري في اي ركعه، قلنا يبني على انها الاولى ويكبر سبعا.
الصورة الثالثة إن أدرك الإمام في التشهد صلاة العيد أدركه وهو إيه يتشهد يكبر للإحرام، يعني عند قيامه يكبر للإحرام ويجلس، لا يعني الآن أراد أن يلحق به فيكبر ثم إيه يجلس مباشرة بلا تكبيرات هذه، أي نعم لا يكبر ست بعد تكبيرة الإحرام ويجلس، وبعد سلام الإمام يقوم يقضي الأولى بست. قلنا سبعة دائما، لماذا هنا ست؟ أيوة لأنه كبر تكبيرة الإحرام، تمام، في أول دخوله الصلاة كبر تكبيرة الإحرام، الآن إذن يطالب بست، هي هذه التكبيرات الخاصة بالعيد ستة في الركعة الأولى. واختلف هل يكبر للقيام يعني ولا يعتبره من جملة الست أو لا يكبر استغناء عن تكبيره المطلوب ممن أدرك دون ركعة بتكبير العيد، تأويلان عن المدونة، والراجح أنه إيه؟ يكبر، أنه يكبر عند القيام، لا ينبغي الخلاف فيه، يعني عند القيام يكبر مباشرة. إيه نعم أيضا يكبر لأنه قيام، ولو أدرك أقل من ركعة المطلوب منه ممن أدرك دون ركعة. نعم يعني هذا المعتمد في المذهب أنه يكبر عند القيام. قال ويسجد في كل ركعة سجدتين، والتصريح بهذا غير ضروري لأنه معلوم أن يعني صلاة العيد إنما فيها إيه في كل ركعة سجدتان. قال فالأحسن ما في بعض النسخ وفي كل ركعة سجدتان، مفروض ليه سجدتين؟ ما مستبعد كيف؟ إلا إذا كان نعم. طيب وفي كل ركعة سجدتين وركعة واحدة، يبقى كل ركعة فيها إيه سجدتين وركعة وركعة، نعم، على أن المراد بالركعة يعني كبقية الصلوات كبقية أي صلاة، على أن المراد بالركعة الركوع، ويكون قصد بذلك التنبيه إيه والمراد بالركعة الرجوع، يعني إيه الرجوع؟ لا الركوع لا لا أنا قرأتها بالسليقة والله مش شايف الحروف كويسا، يعني هي الركوع، ما هو المراد بالركعة يعني أنت تفهمها بالإيه يا شيخ طارق على طول كده، لا تخفى على مثلك يعني، تمام للتصحيح نعم. ويكون قصد بذلك التنبيه على أنها ليست كصلاة الكسوف، لأنها صلاة الكسوف يعني بزيادة قيامين وركوعين على النحو الآتي ذكره إن شاء الله. يبقى المقصود منه يريد أن يفرق بين صلاة العيد وصلاة الكسوف أو الخسوف. قال ثم بعد إتمام الركعتين يسجد في الأخيرة، يسجد في الأخيرة يتشهد، يجلس والله يسجد، يجلس والله يتشهد، هذه إيش رأيكم في هذا الكلام؟ أن تكون يجلس أو مناسب أو يسجد كيف؟ أي نعم هو هذا، يجلس في الأخيرة يتشهد، لأن السجدتين ذكرنا احنا في كل ركعة سجدتان وركوع انتهى خلاص، يبقى بعد ذلك يجلس يتشهد، لعلها احنا بنقول كده ايه في الهامش لعلها ايه يجلس، قال يتشهد ويسلم كتسليم الفريضة، ثم بعد السلام يرقى المنبر أي يصعد عليه ويخطب ندبا خطبتين، إذن يصلي بالناس ثم يخطب عكس خطبة صلاة الجمعة، يخطب ثم يصلي كخطبتي الجمعة، ندبا خطبتين كخطبتي الجمعة، في كونهما أو مش في كل شيء، في كونهما باللفظ العربي وجهرا، لكن خطبة العيد يفتتحها بالتكبير وخطبة الجمعة
وخطبة الجمعة بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن تكون الخطبة الثانية مشتملة على بيان ما يتعلق بصدقة الفطر في عيد الفطر، من بيان من يطلب بإخراجها، من الذي يطالب، يعني يطلب يعني إيه يطالب بإخراجها، والقدر المخرج والمخرج منه، وزمن إخراجها. طيب ما يعني ما فائدة التنبيه على هذا الكلام مع أن وقتها يكون قد راح انتهى، لأن وقتها ما بين صلاة الصبح إلى إيه إلى على الوجه الأفضل يعني طبعا إلى العيد، وأن إذا وقعت بعد الصلاة تعتبر إيه صدقة. فما الفائدة هنا أن يذكر أحكام؟ لا أن ممكن لعله يقصد بها أنها لا في نفس اليوم، أن ما لم يؤديها يتلزمه يقضيها، وإن وقعت صدقة يجب عليه أن يخرجها، لأن المقصود منها ماذا؟ مواساة الفقير. وقعت منك صدقة أو زكاة فطر هذا أمر آخر، لأنها واجبة عليك. نعم الحديث الأخرى هذه نعم. طيب ثم قال وفي عيد النحر، إذن هذه التفريقة احنا قلنا أحكام العيدين واحدة إلا فيما يختص به كل صلاة. قال وفي عيد النحر اللي هي الأضحى على أي إيه يعني أن يتكلم على بيان ما يتعلق بالضحية، الضحية والأضحية يجوز كلاهما في العربية، ومن يؤمر بها وما تكون منه، ما هي الأضحية التي تكون يعني تذبح أو تنحر، وما تكون منه، والسن المجزئ منها، وزمن تذكيتها. طبعا هذا سيأتي في كتابه في باب الأضحية. نعم تنبيه رقي بكسر القاف في الماضي وفتحها في المضارع بمعنى صعيدة، لأنه من باب علم، من باب إيه علم، تقول صعيدة يصعد، رقي يرقى، أصل هي يرقى هنقراها إزاي على وزن يفعل يرقي، أصل إيه يرقي، لكن إيه الاستثقال قرئت يرقى. قال بخلاف رقى من الرقية فبالعكس، نعم رقى يرقي بمعنى التعوذ، رقى المريض عوذه وحصنه، يبقى رقى يرقي، الأولى بمعنى يعني ارتقاء السلم، تقول رقي الصعود رقي يرقى، إذن هما على العكس، واضح؟ لا صعدة لا صعدة صعدة، هذا من أخطاء الشائعة، احنا دائما بنقول الاخطاء الشائعه انها يقول الناس صعد المنبر، لا خطا، هو صعد المنبر بالكسر، واضح؟ نعم. فهي يعني بمعناها وزنا ومعنى، يعني وزنا ومعنى، رقي اي صعد وزنا ومعنى، وزنا يعني صعد يعني يصعد، رقي يرقى. طيب ثم قال ويجلس ندبا في اول خطبته على المشهور لتأخذ الناس مجالسهم، لتأخذ يعني جماعة الناس أو يعني نعم. طيب ما هذا زي ما قلنا في إيه في خطبة الجمعة، إنما هنا ليأخذ الناس مجالسهم من ختمهم من الصلاة، يعني يختمون الصلاة فيجلسون. ثم قال وكذا يندب أن يجلس في وسطها اقتداء به عليه الصلاة والسلام، وللفصل بين الخطبتين، وللفصل في الخطبتين لعلها بين، وللاستراحة من تعب القيام، ويكون قدر الجلوس بين الخطبتين، الجلوس كما بين السجدتين كما قلنا في خطبة الجمعة أنه يجلس بقدر السجدتين، الجلوس بين السجدتين. قال خليل بالعطف على المندوب وخطبتان كالجمعة وسماعهما، يعني هذه مندوبات، واستقباله استقبال إيه؟ الخطيب، وبعديتهما يعني بعد الصلاة. كونهما بعد الصلاة، وأعيدتا إن قدمتا، نعم، واستفتاح بتكبير بخلاف خطبة الجمعة، احنا قلنا بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة، في العيد
بالتكبير الافتتاح، وتخللهما به بلا حد، أن يخلل خطبة العيد بالتكبير بين كل جمل من كلام يكبر للإشعار بأنها خطبة عيد. بلا حد أن يعود على الاستفتاح، على التكبير، لا على التخلل، لا على التخلل في الاستفتاح وفي التخلل. ليه؟ لا 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 لا، يعني المقصود به هنا التخلل، يعني التخلل يعني بلا حد أن يكثر منه أو لا يكثر منه في التخلل. نعم الشيخ يقول الاستفتاح لأنه مقيدوه بعض العلماء بسبع تكبيرات في الأول وثلاثة في لا 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 لا، مش هذا المقصود. نعم لا، إذا كان هكذا يبقى لا، هو يقصد هذا نص الشيخ. طيب يبقى تشمل الاثنين، نعم. لا لا، احنا ما عندناش حد معين. نعم طيب، نعم انتهى كلام الشيخ خليل. قال واذا احدث في الخطبه تمادى، يعني خرج منه ريح او اي شيء، الامام يبقى في هذه الحاله ايه، يتمادى، يستمر في الخطبه، لا لانها بعد الصلاه كخطبه الاستسقاء تكون بعد الصلاه، ولان الطهاره مستحبه في الخطبه ولو خطبة جمعة، ولو كانت هذه الخطبة خطبة جمعة يبقى مستحبة أيضا، إلا أنه يعني إما ينتظرون أو يستخلف على الخلاف المتقدم في صلاة الجمعة إذا كان الخطيب قد صلى بهم وأحدث أثناء الخطبة. ما هو ممكن نعم، هل تكلمنا عنه فيما سبق، هل هذا من القرب؟ وبعضهم قال لا لا ينتظر، وإنما يجب عليه يستخلف، ذكرنا القولين هذين فيما سبق. ثم بعد فراغه من الخطبتين ينصرف من غير جلوس، يعني خلاص صلينا صلاة العيد ثم خطب الإمام انتهت الخطبة، ينصرف مباشرة من غير جلوس إن شاء إذا أراد الخطيب ذلك، لأن المراد أنه لا يتنفل. شو المراد؟ لماذا ينصرف مباشرة؟ هم يقصدون أمر آخر، أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها صلاة العيد، لا يتنفل إذا فعلها في الصحراء، يعني هذا خاص بإيه؟ بفعلها في الصحراء. قال خليل وكره لمصلي العيد تنفل بمصلى قبلها وبعدها، يبقى ولا بمسجد فيهما، لا بمسجد فيهما، يبقى التنفل مكروه سواء قبل صلاة العيد أو بعدها. نعم الشيخ خليل وكره تنفل بمصلى، ما فيش كلمة لمصلي العيد، هذه من شرح الشيخ نفراوي، وكره تنفل بمصلى، هكذا خليل يقول في المختصر. كيف؟ لا لا مطلقا، ما عندناش تنفل للجميع، لا لا مش المسجد، لا بمسجد خليل يقول فيهما، الكلام في الصحراء، في المسجد لا لا لا، ما الشيخ يقول لا شيء فيه. طيب قال لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوم الأضحى فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وأما إن أوقعهما في المسجد فلا يكره لإمام ولا مأموم، أهو تكلم عن ولا لا لإمام ولا مأموم، هذا متى؟ إذا كان قد أوقع صلاة العيد في المسجد. نعم إذن فلا يكره إذا أوقعهما في المسجد لإمام ولا مأموم تنفل قبلها ولا بعدها، لأن الحديث إنما كان في الصحراء، الحديث وقع في الصحراء فيقيد به، وكأن يعني أن الأصل أن الصلاة مشروعة وليس وقت نهي، وليس لا يوجد هناك نهي مخصوص. طيب فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الصحراء ولم يصلي لا قبلها ولا بعدها، طيب اختص بإيه؟ بتلك الحالة اللي هي حالة الصحراء. طيب ثم قال الشيخ ويستحب، نقرأ كلام الإمام ابن أبي زيد في المتن في الخارج، قال ويستحب أن يرجع من طريق غير الطريق التي أتى منها والناس كذلك، وإن كان في الأضحى خرج بأضحيته، خرج إيه؟ بأضحيته إلى المصلى.
لا عادي بالتخفيف زي الأمنية. لا ممكن في التخفيف من غير همز، ممكن يجوز فيها القولان. طيب هذه شوفوها أضحية، بيقول لك الأضحية كاسم لها هكذا مش كونه هي قد يكون فيها لغات، يعني يشترط أن يكون بالتشديد. طيب هذه على عهدتك الشيخ محمود، وإحنا في الدرس القادم خلاص من حفظ حجة على من لم يحفظ. الشيخ مر علي شيخنا لكن ما هو خلاص لا ما هو يعني إما طيب تمام يعني هل غيرها لا يصح؟ هو هذا اللي نتكلم عنه. ست مولانا منها هذه ست. طيب خلاص من حفظها يبقى أولى، يبقى خلاص يعني الذين عرفوا سمعناه من المشايخ يقرون الأضحية هكذا كما ننطقها في العامية بالتخفيف هكذا، لكن زي ما نقول إحنا الأمنية والأمنية ها يجوز فيها الأمران. طيب ثم قال إذن وإن كان في الأضحى خرج بأضحيته أو أضحيته إلى المصلى فذبحها أو نحرها ليعلم ذلك الناس فيذبحون بعده. ونتوقف عند هذه المسألة لنبدأ بها في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن واكتر لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين. يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين. يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا. والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.